نحو حياة أفضل أطلقت بلدية دبي اليوم، وبمشاركة من سعادة المهندس حسين ناصر لوته مدير عام البلدية، فعاليات مبادرة دوام بلا مركبات في دورتها الرابعة، والتي تهدف إلى الاستغناء عن استخدام المركبات الخاصة والتحول إلى وسائل المواصلات العامة، سعياً لتقليل نسبة الكربون في الهواء، وذلك بمشاركة واسعة من مدراء الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وموظفيها، حيث انطلقت الفعالية من أمام محطة اتصالات للمترو ليستقله الجميع متخذين من مترو دبي وسيلة للتنقل، متجهين عبره إلى مقر بلدية دبي الرئيسي والذي يوافق محطة الاتحاد في ديرة. وفي أثناء توجهنا تشرفنا في إحدى المحطات بمشاركة وزير التربية والتعليم حميد القطامي المبادرة، وما هي إلا دقائق حتى وصلنا إلى المحطة الأخيرة، وتوجه الجميع إلى ساحة بلدية دبي الخارجية، وكان في انتظارنا وزير البيئة والمياه معالي راشد أحمد بن فهد. ثم تجول الحضور بين المعرض المصاحب للبلدية والذي يحوي على معروضات لمركبات ذات تقنيات صديقة للبيئة تسهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عوادم المركبات طرحتها بعض الشركات الخاصة. ما في شك أن هذه المبادرة من بلدية دبي بشأن يوم بلا مركبات هي لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وأهمية الاستخدام يعني التنقل السليم، ونحن في وزارة التربية والتعليم حريصين على غرس القيم لدى أبنائنا الطلبة والطالبات، وعلى يعني تعزيز هذه المبادرات من خلال الأنشطة والبرامج التعليمية وأيضا إدخال المفاهيم يعني ضمن حتى مناهجنا وبرامجنا. اليوم تقليل استخدام السيارة هو متطلب بيئي رئيسي، وهذه إمكانية تطبيقها بسيطة جدا، مثل ما نشوف اليوم نحن البلدية ولا سيارة فيها، معناه أن هناك مجال ممكن نحققه. نحاول من خلال هذه المبادرة أن نجمع أكبر شريحة من المجتمع باستخدامها إلى النقل الجماعي، هذه طبعا دائما تعطي نتائج أخرى. على سبيل المثال في بلدية دبي استطعنا أن نحول مجموعة من موظفي بلدية دبي اللي هم عملهم مكتبي بأنهم يستخدموا المترو. طبعا هذه الاستخدام من المترو أدى إلى تقليل السيارات في الشوارع، أدى إلى تقليل الازدحامات في مواقف السيارات، أدى إلى تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون. وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية وقع سعادة المهندس حسين ناصر لوته مع مجموعة السركال اتفاقية تعاون تقضي بقيام مجموعة السركال بزراعة 12 شجرة مقابل كل سيارة تستخدم من قبل موظفي الشركة. هذه المبادرة ساهمت كذلك في إطلاق يعني مشاريع وطنية فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، وهذه تساهم بشكل كبير في خفض البصمة الكربونية. كذلك قطاع النقل يعتبر قطاع مهم ومساهم كبير في الانبعاثات، فلذلك يعني تبنت دولة الإمارات خيار النقل المستدام. مشروع مصري دبي يعتبر مشروع رائد لخفض الانبعاثات، وتبعه مشروع قطار الاتحاد. هذه المشاريع هي بالفعل يعني تساهم في تقليل الانبعاثات، ولكن يحتاج يعني بعمل موازي هو تغيير السلوك من خلال برامج مكثفة في التثقيف والتوعية. في الحقيقة نحن حسب دراساتنا نجد أن حوالي 70,000 طن من ملوثات تنفذ في بيئة دبي سنويا. 50% من هذه الملوثات تعزى إلى وسائل النقل، 17% محطات الطاقة، 33% من المصانع. فبالتالي الهدف الرئيسي نحن نحاول نخفض البصمة الكربونية اللي مصدرها انبعاثات عوادم المركبات. وتهدف المبادرة التي تبنتها البلدية منذ 2010 المساهمة في التقليل من الانبعاثات الغازية الضارة في الهواء ونشر الوعي في المجتمع حول تغيير أنماط العيش باستخدام وسائل النقل الجماعي، وتعزيز الشراكة مع الدوائر الحكومية والقطاع الخاص في مجال الحفاظ والوصول إلى بيئة خضراء مستدامة.